تدريب الأهلي قدامكم على الشاشة، ده جزء من مران الأهلي وحاليا على الهواء مباشرة للاعبي النادي الأهلي قبل مباراة الغد. زي ما انتم شايفين أليو ديانج، محمود وحيد، بيرسي تاو، علي معلول، حسام حسن، وليد سليمان، أفشة، محمود وحيد، متولي، كل اللعيبة، أكرم توفيق يا رب نطمن عليه، وأيضا كمان محمد محمود. نتابع مع بعض جزء من المران قدامكم اهو على الشاشة، وزي ما انتم شايفين يعني ان شاء الله باذن الله يكون الاهلي جاهز وحاضر في مباراه بكره. محمد هاني ان شاء الله يكون موجود، اكرم توفيق، احمد عبد القادر، طبعا في لعيبه مش شايفينها لان خلاص الموسم بالنسبه لها انتهى، عمرو السوليه، وكمان محمد شريف، شايفين لويس ميكيسوني ان شاء الله يكون موجود في مباراه بكره كمان ويتم الدفع بيه، احمد عبد القادر يرجع للمستوى اللي كنا شفناه قبل كده بيه، محمد محمود اعتقد كمان يعني كان الاجهاد العضلي بعد مباراه الزمالك وغاب المباراه الاخيره، ممكن يكون ان شاء الله باذن الله في القائمه بكره. هي في النهايه وجهات نظر بالتاكيد لريكاردو سواريش، شايفين كمان حسام حسن، ياسر ابراهيم، ياسر ابراهيم اللي حقق مع الاهلي في اخر سنتين ثلاثه ارقام قياسيه، ما فيش مدافع في مصر في الفرق المنافسه قدر يحقق الارقام ديت، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه برضه في فتره من الفترات يمكن اخطا في لقاء سموحه لكن قدر يرجع بسرعه ويتواجد في التشكيله الاساسيه ويكون عنصر مهم جدا في الفوز في المباراه الاخيره. شايفين تدريب الحراس، محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزه علاء، شايفين كمان قدامنا هو عدد من اللعيبه اللي موجودين في قطاع ناشئين تم تصعيدهم كمان، يمكن زياد طارق اهو كمان موجود، شايفين حمدي فتحي، ان شاء الله باذن الله يكون في اكتر من لاعب في الفتره الجايه على اهبه الاستعداد. بيرسي تاو كمان مهم جدا، بيرسي تاو يرجع في الفتره اللي جايه، مهم جدا بيرسي تاو يكون موجود في الفتره اللي جايه لان داخل في مراحل حاسمه ومع اصابه طاهر وحسين. قدامنا كمان لويس ميكيسوني، قلت الميكيسوني كان موجود الماتش اللي فات على الدكه لكن ان شاء الله الفتره اللي جايه يكون موجود كمان في التشكيله الاساسيه ل يعني تدعيم خط الهجوم بعد الغيابات العديده بسبب الاصابات الاخيره. اخرج الى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونكمل بقى فقرات برنامج الترند.